هل ممكن نحن نكون مقبلين على اختبارات أكبر؟ ما بعرف يعني حقيقة. نحن المشكلة بالطوارئ والهذا أنه أنت ما فيك تعرفي شو عم بيصير، ولكن دائما أنه أنت بدك تحضري. أكيد لو ما في خشية ما منحضر. وحقيقة نحن هلأ أنا برأيي التحدي الأكبر أنه نحن نرجع هالجهوزية اللي كانت عند القطاع، نرجع نرجعها عبر، وهذه أهمية هالمساعدات اللي إجت على لبنان، لنرجع نعبي مخازننا، لنعطي مجال لهالطواقم الطبية ترتاح لحتى نرجع نشوف. بالإضافة لذلك كان نحن عنا ثغرات كانت واضحة مبارح. يعني إذا بدي أحكي عن ما هي الثغرات اللي شفناها مبارح، أنا برأيي أكبر ثغرة كانت ما يسمى الكراود كنترول. يعني نحن داخل المستشفيات للي قدر يفوت ويشوف إلى حد كبير كنا مسيطرين، المرضى كانوا عم يتقسموا على الأماكن الجرين زون والأورنج زون والكذا، ولكن برا في الشارع أيام كتير نحن منتفهم أنه الأهل بيكونوا أكيد يعني قلبهم على أهلهم وولادهم وهالأمور، ولكن هيدا الموضوع نحن بحاجة نشتغل عليه أكتر. أول شيء لنسمح أنه يعني يصير في حركة وتقدر توصل سيارات الإسعاف، وتانياً وهيدا أمر أساسي كمان لأنه نحن الاكتظاظ بشكل أساسي منه كتير منيح، وما منعرف شو ممكن العدو إذا بكرة صار في شيء أنه يعمل. تفضل. نحن برجع بقول المساعدات اللي وصلت يعني الى الان، هنالك مساعدات وصلت مثل ما قلنا من العراق، وهو بدايه جسر جوي عم بيكون بين العراق وبين لبنان. وحقيقه يعني هو من اللحظه الاولى كان يعني دوله رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزير الصحه وجه في ذلك. كذلك انا تحدثت مع معالي الوزير خالد عبد الغفار، وكذلك يعني مصر دائما، ونحن بنتذكر انه يعني ماده القطاع الصحي بما يزيد عن 450 طن في خلال ما بعد انفجار المرفأ وأزمة الكورونا وهالأمور. فلذلك يعني هالمساعدات حقيقة جيدة، ولكن نحن خلال يعني الأحداث الأخيرة خلال العدوان على غزة بتتذكروا كلياتكم نحن حكينا على أنه نحن كنا عم نرفع جهوزية القطاع الصحي وعم نخزن ما بين يعني الأدوية والمستلزمات في مخازننا، وهيدا حقيقة اللي صار يعني. ولذلك نحن كانت ردة فعلنا حقيقة سريعة، لأنه نحن كنا يعني متوقعين أنه يعني هالعدو هيدا ممكن يقوم بـ 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 يعني الاعتداءات اللي عم بيقوم فيها. شوفي انت دائما في يعني اذا نحن اعتبرنا لاي ردة فعل طبية في ثلاث امور اساسية، انت بدك الكوادر، بدك الدواء والمستلزمات، وبدك بعدين كيف يتعاملوا مع بعض. وهذا ونحن التدريب اللي كنا عم نعمله الهدف الأساسي منه أنه هالطواقم هاي تكون مستعدة لما يجي مثلا مثل ما شفنا مبارح. نحن مبارح فوق 20 مستشفى كان عندها بطوارئ ما بين 80 ل 90 مريض. فنحن هيدا التدريب امر اساسي، والا حتى لو كان عندك انت هالمستلزمات ما حتعرفي تستعمليهم. هلا بما يتعلق بالمستلزمات برجع بقول نحن عندنا يعني استعداداتنا وعندنا مخازننا اللي بتكفي لتقريبا 4 شهور. نحن عم نحاول نأمن امور اخرى، يمكن مثلا امور ممكن تاثر علينا مثل وقود وغيره. بس برجع بقول يعني نحن الحل الامثل للي عم بيصير هو وقف إطلاق النار.